سجلت التحويلات المالية من الإمارات لمصر ارتفاعا ملحوظا عقب تحرير سعر الصرف، إذ يعود القرار بالنفع على المصريين المقيمين في دولة الإمارات. تسهم هذه التطورات بشكل ملحوظ في زيادة التدفقات والتحويلات المالية إلى مصر، وتعد مصر إحدى أبرز الوجهات الرئيسية للتحويلات المالية من دولة الإمارات، حيث تأتي في المرتبة الخامسة بعد الهند، الفلبين، باكستان وبنغلاديش من حيث إجمالي عدد التحويلات الصادرة للأفراد من دولة الإمارات.